السنة الرابعة كان عندنا مقرر اسمه مقرر جيلوجيرميا، والدكتور تغمده الله برحمته في هذا اليوم. كان بيكتب الأسئلة باللغة الإنجليزية على السبورة، فكان زميلي القريب مني اسمه كمدير عام تنمية موارد المياه اسمه أحمد عبد الكريم خليفة يشتكي من ضعف النظر، فقال يا دكتور أنا ما أشوف. قال أوكي سوف أقوم بقراءتها. كان بيقرأها قلت ما أسمع. الدكتور يفكر المسألة إيش الكلام. قال أنت ما بتسمع وأنت ما بتشوف، أنت اللي ما بتشوف رح ركب لك قلاص على عينك، وأنت اللي ما بتسمع انقل من المطار لأن الطيارة عملت لك شكلك في دينك. قلت أنا ماني في المطار، أنا من نوع من الصغر وأنا كذا أتكلم جري، إيش تبغى أنا أسوي لك؟ قلت أنا أخذ الأسئلة وأوزع أصورها عند السكرتير وأوزع كل طالب أعطيه ورقته وخلاص. قال أطلع برا. ولم يسمح لي بعدها بدخول الامتحان الأول ولا الامتحان الثاني، وخصم علي 30%، 15 درجة 15 درجة، ولم يسمح لي بدخول القاعة. اتجهت إلى المرشد الأكاديمي قلت الوضع شو أسوي. قال مالك عندي حل، روح رئيس القسم. شوف هنا النقطة، النقطة تكمن في إيش؟ حق عضوي التدريس خلال تلك الفترة في السبعينات محفوظ، الطالب مخضوم. رحت عند رئيس القسم، قال لي رئيس القسم الدكتور قال لك كذا خلاص إيش؟ ما اختبروني. طيب رحت عند عميد الكلية قال لي انتظر. قلت انتظر إيش؟ محاضرات محضر أنا ما سمح لي أبدا يطردني، يقول ما تحضر خلاص أنت ما تسمع برا وانقل من المطار. رحت عند مدير الجامعة، مدير الجامعة تفهم الموضوع رحمة الله عليه الدكتور منصور التركي، قال اعملوا مجلس عاجل، مجلس عاجل لحل مشكلة الطالب هذا. ايش ذنبه؟ عمل المجلس القسم وقرر وشكلوا لي لجنة، وقررت اللجنة دعم مع الدكتور ضد الطالب ان الطالب يمتحن في 70% والثلاثين في المئة. قلت للجنة فين تروح؟ قالوا هذه بدل سمع. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، ايش ذنبنا في 30%؟ ما اختبرت. قالوا بدل سمع. رجعت لرئيس القسم قلت يا رئيس القسم الآن بس أبغى منك حاجة واحدة، تساعدني إني أختبر في 100%، إن نجحت نجحت، لأن المشكلة 70% هذه اختبرها، لازم تجيب 60 عشان تنجح وتأخذ مقبول. لا. مقبول بدل ما كنت أخذ امتياز الآن بينزل معدلك. قال رئيس القسم ودي أقوله ولا ودي أقوله، قررت اللجنة كذا. قلت ايوه قررت اللجنة كذا. قال كم خلصت ساعة؟ كم انهيت؟ قلت انهيت 118 ساعة وبقي لي فصل واحد واتخرج واتعين معيد. قال لي انساها انساها خلاص. فين؟ روح اشتغل معقب في الجوازات بالمرتبة الرابعة، وأنا شهيد في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر، وتزوج وبلاش جامعة. تصور أحد يقول لك هذا الكلام في هذا الوضع، أنت متخرج يعني اللي سويته خلال الثلاث سنوات. طبعا أنا خرجت في زمن قياسي ثلاث سنوات ونص في الجامعة لأني كنت أدرس في الصيف والشتاء. يا دكتور قول كلام غير هذا. قال مثل ما قلت لك خلاص أنا فقدت كل شيء، فقدت كل شيء خلاص، فقدت الإعادة، فقدت كل شيء، لكن ما استسلم. بعدها وصلت البيت وأنا قد عملت عملية جراحية في القاهرة جيوب أنفية، انفجرت العملية ودوني على المستشفى وطاح هذا كله من سبب الضغط الهائل اللي تعرضت له. خلاص وبقي لك فصل وتبغى تتخرج. قلت الله يعني. قامت اللجنة اختبروني وعطوني 69.5 من 70 وأخذت تقدير مقبول. طيب يجبروها نص درجة عشان أخذ 70؟ جيد، لا تأخذ مقبول.
طيب الثلاثين فين راحت؟ راحت بدل سمع. انتهينا عن النقطة هذه وأعطوني ملفي قال أتوكل على الله ما في عادة. خلاص هذا إنسان قال كان يأخذ في الاعتبار أن هذا إيش؟ لا أي أحيانا كذا وأحيانا بس بشوي.